Selamlar sevgili öğrencilerimiz, nasılsınız? Ben Mehmet Hoca. Merhaba Tullabına, Tullabı Azza. Ana Mehmet Hoca. اليوم بدنا نشرح لكم الزنجرلمة isim tamlaması. كنا من قبل شرحنا البليرتلي isim tamlaması, المضاف إليه المعرف, والبليرتسيز isim tamlaması, والمضاف إليه لغير المعرف. والآن سنشرح الزنجرلمة isim tamlaması. الزنجرلمة اسم تملمص هي مضاف إليه ولكن يختلف بيكون في ثلاث أسماء بدل الاسمين اللي أخذناهم بالبليرتلي وبالبليرتسيز اسم تملمص. Evet arkadaşlar, وكنا قد تحدثنا أنه هذا الموضوع المضاف إليه لغير الناطقين باللغة التركية صعب جدا جدا، ولازم يكونوا دقيقين جدا كي يتعلموا المحادثة الصحيحة. Evet arkadaşlar, جهزنا هذا الدرس من أجلكم إن شاء الله، إن شاء الله يكون مفيد لأجلكم. Evet, قال en az 3 isim, yani isim ad, en az 3 ismin birlikte oluşturduğu tamlamaya zincirleme isim tamlaması denir. يعني إذا أقل شيء يوجد 3 أسماء مثل هون مثلا في الجملة فهي تكون وبتكون مضاف إليه، فهي مضاف إليه. نحن تكلمنا بدروس الماضية شو هو المضاف إليه، لازم يكون في 3 أسماء. Evet. قال not, ملاحظة مهمة جدا هون. Ekmek, süt, yumurta aldım. يعني جملة أخذت خبز وحليب وبيض جملesi zincirleme isim tamlaması sayılmaz. هذه لا تعتبر زنجرلمة اسم تملمص لأن الأكمك مفصولة أصلا، في فاصلة فيرجول وار، والسوت في فيرجول، واليومورتا أيضا معدودة بين هدول، فما بتصير مضاف إليه زنجرلمة، يعني 3 أسماء. ولكن ancak uluslar arası af örgütü gibi bir cümle zincirleme isim tamlaması مختصرينها هون زنجرلمة اسم tamlamasıdır. ولكن هون في كمان 3 أسماء وهذه الكلمة uluslar arası af örgütü، يعني منظمة العفو، منظمة العفو الدولية. فالمنظمة والعفو والدولية صارت 3 أسماء، وثلاث أسماء لهم علاقة ببعض أصدقائي. uluslar arası af örgütü. فإذا هاي مضاف إليه زنجرلمة، هي مقارنة بين هذه الجملة اللي فيها أكمك سوت يمرطة وهكذا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. Evet, şimdi örnekler var. اليوم بدنا نعطيكم لا يقل عن 34 مثال إن شاء الله. Hemen geçelim arkadaşlar. وعيدوا معي أصدقائي وانتبهوا وحاولوا تتذكروا المضاف إليه المعرف وغير المعرف عشان تشوفوا هون شو راح بصير. Evet. Örnekler. 1. Bizim tavuklarımızın yemi bitti. هون في ضمير البيز وفي tavuklar, يعني الدجاج، واليم هو العلف، يم اللي هذا اللي بغير هذا اللون، أنا ملونن هون. البيز يعتبر اسم، والtavuklar الدجاج اسم، واليم العلف اسم. فإذا بدنا نقول علف دجاجنا فبتعتبر هاي زنجرلمة اسم تملمص. يعني أصدقائي الضمير هو يعتبر، حتى نحن كنا أخذين أنون مثلا، أنون بيجي أن كنا قايلين، بس بالبيز وللبان بيجي إم، فيعتبر مضاف إليه أيضا. يعني مو شرط يجي إن، البيز بيجي بزم لأنه، فبزم tavuklarımızın yemi bitti. İnteha alaf dejajuna. 2. Komşumuzun ineklerinin samanı bitmek üzere. Komşu huna isim asdikai, vel inek yani el bakar isim, ve saman huwa tibn, yani tibn el bakar اللي بياكلوه البقر. فصارت جار وبقر وماذا؟ صمان، يعني تبن. فإذا بدنا نقول الجملة komşumuzun ineklerinin samanı bitmek üzere، يعني على وشك أن ينتهي تبن بقر يعني بقرات جارنا. أوكي؟ على وشك أن ينتهي تبن بقرات جارنا. Evet. 3. Otobüs şoförünün koltuğu kırıldı. El otobüs isim, ve şoför isim, ve koltuk isim. Otobüs bas, şoför, ve koltuk huwa makad yani الشوفير. الآن هنا إذا انتبهنا أصدقائي أوتوبوس شوفيرنون كولتو. نحن قد بالقاعدة المضاف إليه المعرف كنا أخدين شوفيرن كولتو بس شوفيرن كولتو يعني الاثنين الاسمين هدول بصيروا مثلا مقعد أي كرسي الشوفير. ولكن ماذا قلنا هون؟ قلنا مقعد أو كرسي شوفير الباص، ففي باص في الموضوع. وإذا انتبهنا هون أوتوبوس شوفيرو مضاف إليه غير معرف، يعني بعد المضاف إليه غير معرف رد صار مضاف إليه معرف. لوين؟ بين الشوفير وبين الكولتوك. أوتوبوس شوفيرونun koltuğu kırıldı، يعني انكسر كرسي شوفير الباص. فالمشكلة هون يعني انتوا بدكم تتعودوا عشان تعرفوا تطالعوا الجمله، لانه اذا ما في اوتوبوسون شوفيرونون كولتو ما بنقول هيك، هون المشكله في المضاف اليه. فاذا اصدقائي اذا انطلب بالامتحان تعملوا هاي، شو بتعملوا؟ اول شيء اوتوبوس شوفيرو لعنده الاو هون، لما بتنتهي الجمله اوتوبوس بننسى الاوتوبوس بنرد بنعمل مضاف اليه معرف، شو بتصير؟ اوتوبوس شوفيرو قلنا بنضيف نون koltuk بنحط لها. Şu saret otobüs şoförünün koltuğu kırıldı. Peki 4. Arabanın sahibinin telefon numarası neydi? هو بالعربي يعني شو كان رقم تليفون صاحب السيارة. إذا kaç tane isim var? كانت قاعدتنا أنه على الأقل يكون 3 أسماء. هنا كم اسم يوجد؟ العربة اسم، والصاحب اسم، والتلفون اسم، والنمرة اسم. 1, 2, 3, 4. فشو صارت؟ 4 تاني اسم. إذا تعالوا لنعملها. أول شيء هي بتصير أربانن صاحبي. لحد هون إذا بدك تعمل منه جملة أنت صاحب السيارة بدون النين الأحمر شو بصير؟ صاحب السيارة. ولكن إذا بدي أقول كمان إذا انتبهتوا هون في رقم. إذا بدي أقول arabanın sahibinin numarası بدون التلفون، arabanın sahibinin numarası بتصير رقم صاحب السيارة. ولكن إذا بدي أضيف التليفون شو بتصير؟ رقم تليفون صاحب السيارة. فضفنا تليفون. أو أول جملة شو قلنا؟ أول جملة أن arabanın sahibinin numarası يعني رقم صاحب السيارة، مو ضدنا التليفون. بس أنا حابب أقول تليفون، كيف رح أقول؟ فلازم أقول رح يدخل بين المضاف إليه المعرف كمان اسم، مش صفة، اسم. arabanın sahibinin telefon numarası neydi؟ هون عم بسأل أنا، لازم يكون إشارة هون، إشارة سؤال. شو كان رقم تليفون صاحب السيارة؟ هكذا أصدقائي. طبعا بنصحكم هدول تكتبوهم وتحفظوهم بصم يعني بلفظهم بالأسماء بالترتيب. هلأ 5. Tarlanın zeytin ağaçları sayısı çok az. Tarlanın zeytin ağaçları sayısı çok az. هنا أصدقائي الطرلة اسم، والزيتين اسم، والأعاج اسم، وأيضا الصي اسم. يعني الصي هو عدد، أعاج شجر، زيتون، والطرلة هو الأرض الزراعية بنقول لها الطرلة. فشو صارت؟ تشوكاس قليلة جدا، قليل جدا عدد أشجار الزيتون الأرض. يعني عدد أشجار زيتون الأرض. كاش اسم بار طرلة زيتين أعاج صيص، والصي يعتبر اسم. فشو صارت؟ 4 أسماء. 6. طبعا كان فيني انا لون هون الصيصل هاي ممكن يعني كمانك، لانه هي بتصير طرله وزيتين واعشلار وصي لحاله، فهون في صي يعتبروه ملون مثل هون. Peki 6. Nenemin gözlük kutusu siyah. Nenemin gözlük kutusu siyah. أننا اسم يعني الجدة، والجزلك هي النظارة أيضا اسم، والكتو هي العلبة أو الصندوق، هنا بمعنى العلبة. قال nenemin gözlük kutusu. Yani علبة نظارات جدتي، يعني علبتها سوداء باللون الأسود، فيعني علبة نظارات ستي شو باللون الأسود، لونها أسود. nenemin هي الإن إجت للننام. nenemin لو بدي أشيل الجزلك أصدقائي بتصير nenemin kutusu. شوفوا nenemin kutusu بتصير علبة ستي، بس أي علبة يا ترى؟ جزلك، فعلبة نظارات، علبة النظارة لستي صارت، فnenemin kutusu علبة ستة، والجزلك بتصير علبة نظارات ستة، فهون في إذن أكد لنا إنه العلبة هي للنظارات. Siyah سوداء. Komşumuzun bahçesinin duvarının boyu 2 metre. El komşu jar vel bahçe isim. الكومشو جار يعني اسم، والبحشة حديقة كمان اسم، والدوار هو الجدار الحيط يعني اسم، والبوي طول أيضا اسم. إذا بير 2 3 4، إذا في عنا 4 أسماء أصدقائي. فإذا قلنا كومشوموزون بحشسي بدون النين شو بتصير لهون؟ شوفوا متحدين، يعني المضاف إليه هون متحد مع بعضه، يعني بالمعرف وغير المعرف بيجي بيكون أسماء تابعة لبعضها. فكومشوموزون بحشسي بتصير مضاف إليه معرف لهون، مو زنجرلمة. ولكن إذا بنضيف النين وبنحط لها جدار شو بتصير؟ كومشوموزون بحشسينين دوارنن بوي، بتصير طول جدار، طول انتبهوا البوي بتروحوا بالعكس تطلع معكم، طول جدار حديقة جارنا مترين. آخر شيء بنقول المترين، طول جدار حديقة جارنا مترين. Anladınız mı arkadaşlar? Komşumuzun bahçesinin duvarının boyu 2 metre. Evet, böyle. Şimdi geçiyoruz 8. soru. Hayatın öneminin anlatılması insanlık için çok önemli. Kal muhim cidden. Ma huvel muhim? El hayat hiyel hayat. والأنام هي الأهمية والأنلطلمة هو الشرح. فقال شرح أهمية الحياة مهم جدا من أجل الإنسانية، يعني من أجل الإنسانية لازم شو؟ لازم نحن نحكي عن أهمية الحياة. هنا متهمنا القاعدة، إحنا إذا بدنا نستخدمها بدون الجملة بس بالقاعدة، hayatın öneminin anlatılması بصير شارح أهمية الحياة. طبعا أنا هون كتبت جملة كاملة. Evet. 9. Fabrika işçilerinin birkaçı işe gelmemiş. Fabrika ma'mal. Vel işçiler el-ummal aydan isim. Vel birkaç ba'd aydan tu'tabar isim. فإذا قلنا بعض عمال المعمل ما أتوا إلى العمل، مو جايين للشغل، بعض عمال المعمل. فابريكا اسم. فابريكا إشتلاري أصدقائي بدون النين بصير شو؟ إذا تذكرنا القاعدة الأولى، فابريكا شوفوا في اسم ما له إضافة، والإشتلار إجت إي لهون بدون الهون النين، بدون النين. فابريكا إشتلاري بصير مضاف إليه غير معرف، عمال بصير عمال المعمل. ولكن أنا بدي أقول بعض عمال المعمل، بعض عمال المعمل، فشو بدي اضطر أنا للمضاف إليه الفابريكا إشتيلاري الغير معرف رد إنساه لهاي، ورد أعمل شو؟ نضف نين بيركاتشي. إذا قلت إشتيلارين بيركاتشي بدون الفابريكا شو بتصير؟ إشتيلارين بيركاتشي بتصير بعض العمال، فإشتيلارين بيركاتشي بتصير هيك. إذن هي كل جملة تابعة لبعضها، ولكن هون إذا انتبهنا في مضاف إليه غير معرف وفي مضاف إليه معرف، يعني belirtili isim tamlaması var ve belirtisiz isim tamlaması var. 10. Portakal bahçesinin yolu çok kısa. Çok kısa قصير جدا. ما هو؟ طريق حديقة البرتقال. فإذا قلنا هون أصدقائي portakal bahçesi بدون النين بتصير حديقة شو؟ البرتقال، وهي مضاف إليه غير معرف، يعني belirtisiz isim tamlaması. بس أنا حبيت أقول الطريق فلازم زيد اسم ثالث، فشو صارت؟ bahçesinin yolu. فإذا عندك مضاف إليه غير معرف إذا تمام بتضيف نين وبتحط هون هيك فبتطلع تمام. طبعا مو دائما، مو دائما. 11 11 lokantanın kapanış saati ne zaman? Lokanta مطعم والkapanış الانغلاق يعني تسكير والساعات هي الساعة. ne zaman قلت متى هون، ولكن هون بهمنا نحن لوكانتانın kapanış saati بتصير ساعة إغلاق المحل، أو عفوا ساعة إغلاق المطعم. ساعة إغلاق المطعم متى؟ متى ساعة إغلاق المطعم للعربي؟ لوكانتانın kapanış saati ne zaman؟ aynen böyle. الكابانش أيضا أخذت إش اسم فيل، واللي بياخد بالبيبير بيعرف، وبس تشرحها. إذا الإش إش 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 للكابان ماك بتساوي اسم، فاسم اسم اسم. Lokantanın kapanış saati ne zaman? 12 arkadaşlar. Kitabın yazarının adı bilinmiyor. Kelime bilinmiyor لا يعرف. ويوجد كتاب البي قلبت بي هون، واليازار كاتب، والأض هو اسم، والاسم اسم يعتبر. فإذا kitabın yazarı إذا قلت أنا بدون النون بصير كاتب الكتاب وهي مضاف إليه معرف يعني belirtili isim tamlaması. ولكن أنا حابب أقول اسم كاتب الكتاب بالعربي بالعكس أصدقائي، عشان تسهلوا على حالكم الموضوع فروحوا بالترجمة بالعكس في المضاف إليه بصير اسم كاتب الكتاب لا يعرف، يعني لا يعرف من كتب الكتاب. 13 abimin kaleminin rengi mavi. Abimin kaleminin rengi mavi. الأبي هو الأخ الكبير. طبعا هون في ملكية أخي، صارت أخي يعني للأبي إجا تميم أخ أخي. وإذا قلت كلمي أبيمين كلمي بتصير قلم أخي الكبير، ولكن راح أقول أنا لون قلم أخي الكبير. شو بتصير؟ أبيمين kaleminin rengi. K kalbet G bnarif on. Lon kalem ahi. Bu cümleleri kesinlikle böyle ezberleyin arkadaşlar. 14 köyümüzün buğday tarlaları biçiliyor. Kelimet biçiliyor tuhsad yani. Au yuhsad. Köy hiyel karya. Köyümüz sarat karyetuna. Kelime vahide. وفي عنا tarlaları. هون أصدقائي البوضاي أنا ماني ملونة لأنه هي اسم ما أخذ إضافات. إذا أنا بدي أقول أراضي قريتنا يعني حقول قريتنا بقول كيومزون تارلالر بدون البوضاي. البوضاي هي القمح، هو القمح يعني الحنطة. ولكن أنا إذا بدي أقول مثل ما قلنا كيومزون تارلالر بتصير حقول قريتنا يعني أراضي ضيعتنا بالعامية. ولكن أنا إذا بدي أقول أراضي قمح ضيعتنا، أراضي قمح ضيعتنا بتصير لازم حط هون شو؟ بوضاي. كيومزون بوضاي تارلالر. أنا إذا ما بدي حط بوضاي بدي حط أربا كمان بصير. أربا تارلالر ثابتة بتضل. الأربا شو؟ أربا يعني الشعير. كيومزون دوماتيس تارلالر مثلا إذا بدي أضيف عليها دوماتيس تارلالر بتصير أراضي بندورة ضيعتنا. يعني أراضي البندورة بضيعتنا. يعني هون بورتقال كمان بصير أصدقائي. فإذا هون ما بيتغير كيومزون تارلالر المهم يعني أراضي ضيعتنا. أي أراضي يا ترى؟ بتحط بالنص بين الاسمين شو؟ اسم اللي بدك إياه أنت. Evet 14 roman kitabının kapağı deriden yapılmış. Roman kitabının kapağı deriden yapılmış. يعني صنع من ماذا؟ من جلد غلاف كتاب الرواية. الرواية اسم والكتاب اسم والkapak اسم. 15 şirketin müşterilerinin çoğu yüksek maaş alıyor. El maaş huve ratib. Ya'khudun ratib ali akthar şirketin müşterilerinin çoğu. لنرجع أصدقائي يأخذون معاش راتب عالي أكثر زبائن الشركة. يعني في زبائن للشركة وهذول الزبائن اللي عم يجوا مخصصين بياخذوا رواتب عالي من أهل اللي بياخذوا رواتب عالي. هذا المقصود في الجملة. شركتين müşterilerinin çoğu yüksek maaş alıyor. Evet. هون بيهمنا şirketin müşterilerinin çoğu أكثر زبائن الشركة يعني. Yaz aylarının sıcaklığı çekilmiyor. Kelime çekilmiyor la yuhtemel bima'na hon. La yuhtemel hararet أشهر الصيف، فالياز هو صيف والايلار هي اشهر. اذا بدي اقول اشهر الصيف بتصير يا زايلار مضاف اليه غير معرف، بس انا بدي اضيف عليه حراره، الحراره، فصارت ياز aylarının sıcaklığı اذا حراره اشهر الصيف لا تحتمل. اخر شيء منقوله للعربي. Geçiyoruz arkadaşlar. 17. Salon perdemizin rengi dumandan simsiyah olmuş. Kelimet simsiyah littaziz yani مسود كتير من الشو من الضمان من الدخان. لون مسود كتير، لون برداية أو أي ستار صالوننا. فإذا بدي أقول لون ستار صالوننا، لون ستار صالوننا، شو بتصير؟ صالون بردميزين رنجي، صالون perdemizin rengi fiil idif aleyha hon el biddiye bil cümle. 18. Dedemin dedesinin dedesi 100 yaşına kadar yaşamış. 100 yaşına kadar yaşamış yani aşa hatta 100 sene. Men ciddi. Dedemin dedesinin dedesi arkadaşları dede isim. Hala hiye hon dedem yani ciddi. Ceddo dedesi sarı. Ciddi. Dedemin dedesi bıtsir ciddi. Dedem ciddi. Hattıt in sarıt mudaf ileh muarraf. Dedemin dedesi. Ay mümkün kanat lazım tkun ahmar. Bilol ahmar. Ma fi müşkile. Dedemin dedesi. Ciddi. Bas ana bidikul keman ciddo. Bıtsir ciddi. Dedemin dedesinin dedesi. Ciddi lel arabi tamamen. Bize bidikul amcamın amcasının amcası bıtsir ammi. Amcamın amcam hattallahın ve amcası keman metel dedesi. Amcası hattallahın وكمان amcası بتصير عمي. annemin كمان annesinin annesi بتصير ام yani hek bundan rahihin. 19. Ailenin piknik sevinci yüzünden okunuyor. Yuqra min wujuh al-aile yani ma huwa farah an-nuzha. Yani farah an-nuzha lil-aile. Yuqra min wujuhum. İzen ailenin piknik sevinci بتصير yani farhat النزهة للعائلة. فرحة النزهة للعائلة. 20. Yolcunun koltuk numarası 12. هلا أصدقائي قلنا 12 يعني رقم 12. شو هو رقم 12؟ يولجنون koltuk numarası. هلا لو بدي أقول أنا الكولتوك هو قلنا مقصود يعني اللي بيقعد عليه الشوفة المقاعد اللي بتكون بالحافلة. الكولتوك قصده الكرسي هون. إذا بدي أقول yolcunun numarası بدون الكولتوك شو بتصير رقم الراكب يولجو رقم الراكب مو بالعكس رقم الراكب. بس أنا حابب أقول ماذا أريد أن أقول يعني رقم مقعد الراكب، فالمقعد يأتي بين الرقم وبين الراكب. Yolcunun koltuk numarası. 21. Eğitim yılının başlayış zamanı geldi çattı. Kelimet geldi çattı yani tabba aleyna eca fec'eten bima'na hek. Yani eca fec'eten. Ma huwa vakit bidi sent et-ta'lim. Vakit. Şufu vakit. Kütübu vakit. Bidi sent et-ta'lim. El-eğitim huwa et-ta'lim. Ve yıl azdikai el-yıl hiye sene. إذا بقول أيتم يلا بتصير سنة التعليم، وإذا بدي أقول باشلايش زمانه. هلا لو بدي أشيل الباشلايش الماني ملونه، أيتم يلنن زمانه، شو بتصير زمن بدون الباشلايش؟ زمن سنة التعليم، يعني وقت سنة التعليم. بس أنا شو عاطي هون كم اسم بير؟ 2 3 4. فشو بتصير أيتم يلنن باشلايش زمانه؟ زمن بدأ سنة يعني وقت بدء سنة التعليم للعامية. وقت بدء سنة التعليم. إجانا فجأة. قال دي شط. يعني ما حسينا ولا إجانا. قال دي شط بهالمعنى. 22. Akdeniz bölgesinin güneyi. هي تصبح جنوب منطقة البحر المتوسط. Akdeniz بölgesi أصدقائي هي مضاف إليه غير معرف وتكتب هكذا دائما كلمة واحدة. أكدنز بلجسي منطقة البحر المتوسط، ولكن أنا أريد أن أقول جنوب منطقة المتوسط يعني البحر المتوسط. فشو بتصير؟ أكدنز بلجسينين جنيه. كاردنز بلجسينين جلري. الجل في اللغة التركية يعني هو الماذا؟ يعني الجل هي البحيرة أصدقائي، البحيرة. göller بحيرات. فكاردنيز bölgesi بتصير منطقة البحر الأسود. أنا بدي أقول بحيرات منطقة البحر الأسود. بحيرات منطقة البحر الأسود. كاردنيز bölgesinin gölleri. Karadeniz bölgesinin gölleri. Ağrı Dağı'nın yüksekliği. Yujad عندنا جبل Ağrı Dağı وهو أعلى جبل في تركيا. اسمه Ağrı Dağı. إذا بدي أقول الأعر هي اسم المحافظة والداغ هو الجبل يعني جبل أغر، وتقول أنا أحب أن أقول ماذا؟ طوله. الطول يكسكليك يعني يكسكليك لأنه جاي ليك هون، فاليكسك صفة أما الليك بتصير اسم. فشو بنقول؟ طول جبل أغر. Tuğul, Jebel Ağrı. Ağrı Dağı'nın yüksekliği arkadaşlar. Evet. Hemen 25. soruya geçelim. Evet 25. Ünitelerin işleniş sırası yazılmış. Üniteler hiye el-vahdat. Vahdat-ı tedris yani. Vel-işleniş huve yani el-amel bihim. Ve-sırası huve el-davr. Yazılmış mektub. Mektub davr. Davr. El-amel دور عمل الوحدات. Ünitelerin لو بقول ünitelerin sırası أصدقائي بدون الإشلانيش بتصير. شو بتصير؟ بتصير ترتيب أو دور ترتيب بتصير بمعنى ترتيب الوحدات. ولكن هون في عمل بالنص إشلانيش. فشو بتصير؟ ترتيب عمل الوحدات. 26 okuyuş hızının düşüşü ciddiye alınmalı. Okuyuş hızının düşüşü. Kelime ciddiye alınmalı yani yecib en yu'khaz bi mahmel jedd. Yecib en yu'khaz bi mahmel jedd. Ma huwa el-okuyuş? El-oku huwa ejtu'uş ve sar isim hon, isim fiil. Okuyuş hızı basir sır'at el-qira'a. Şuf el-hız hiye sır'a ejtu'u bidun el-ahmar. Okuyuş hızı tusbihu sır'at el-qira'a. Walakin ana sastakhdimu el-inkhifad huna. Düşüş yani. فشو بدي أقول؟ انخفاض سرعة القراءة يجب أن يؤخذ بمحمل الجد. فشو بتصير؟ انخفاض اكتبوا انخفاض سرعة القراءة. okuyuş hızının düşüşü ciddiye alınmalı. 27 İstanbul ilinin nüfusu 20 milyondu. كلمة 20 milyondu يعني كان 20 مليون. شو هو؟ نفوس يعني عدد سكان محافظة اسطنبول. اسطنبول إلي بدون النين تصبح محافظة اسطنبول. اسطنبول إلي. الإيل بدون هاي الإي. الإيل هي محافظة. ولكن إذا بدي أقول محافظة واسطنبول ما بصير بنضع على شو بدون الأحمر بدون النين. تصبح محافظة اسطنبول وهي مضاف إليه غير معرف. اسطنبول إلي كلمة واحدة. ولكن يجب أن أريد أن أقول نفوسه. İstanbul ilinin nüfusu. Şu بتصير عدد سكان مدينة اسطنبول كان 20 مليون. 28 Aslı'nın doğum günü ne zaman? عم تسألني أنت أو أنت متى يوم الدوم ولادة أصل أي عيد ميلاد أصل. يعني متى ولدت أصل؟ فينا نستخدمه بمعنى عيد الميلاد الدوم günü، فينا نستخدمه بمعنى يوم الولادة رسميا. فأصل اسم والجن اسم. هلا هو أصلının günü هو يوم أصله بس أي يوم؟ يوم الولادة. فوضعنا الولادة بالنص. أصلının doğum günü يوم عيد ميلادة يعني. 29 Abdullah'ın mezuniyet töreni 21 Haziran'da olacakmış. قال 21 حزيران راح بيكون احتفال تخرج عبد الله. احتفال تخرج عبد الله. الترن هو احتفال والميزونيات هي التخرج وعبد الله واسم. إذا هو هون أي شو هو المضاف إليه المعرف بدون الميزونيات؟ عبد الله'ın töreni. Tören. فأنا ما بدي أقول عبد الله'ın töreni، بدي أقول ميزونيات töreni. فحفل تخرج عبد الله بتصير. 30 amcamın oğlunun doğum tarihi. Amcam isim, ammi. الأولو أيضا اسم والدوم كمان اسم والتاريخ أيضا اسم أصدقائي. بير 2 3 4 يعني الشطارة كلها لما بتيجي الأسماء كيف ممكن نستخدمها. Evet. شو بتصير amcamın oğlu لحد هون بدون النون شو بتصير ابن عمي. وإذا بقول oğlunun tarihi بتصير تاريخ ابنه. طبعا أنا بدي أحط تاريخ ميلاد ابنه. amcamın oğlunun doğum tarihi شو بتصير تاريخ ميلاد ابن عمي. 31 arkadaşlar. Saç dökülmesinin sebebi. Saç isim. Dökülme كمان isim. Pardon. والسبب سبب يعني هو اسم. تصبح سبب أصدقائي سبب. تصبح saç dökülmesinin sebebi yani sebep هر الشعر يعني لما بهر الشعر dökülme لما يتساقط الشعر يعني sebep تساقط الشعر. السبب اسم dökülme اسم saç dökülmesi بدون النين فشو بتصير saç dökülmesi مضاف إليه غير معرف. saç اسم والدökülme شو بتصير التساقط أي يعني هون saç dökülme ما لها معنى بنحط اللصي بتصير مضاف إليه غير معرف. مثلا بدي أقول سبب فبرد بزيد للنين بزيد لنين وبحط للسبب اي شو بتصير saç dökülmesinin sebebi. سبب سبب شو قلنا تساقط الشعر. Dünya kadınlar günü. الدنيا والقدنlar والجن أصدقائي. عيد المرأة العالمي هكذا يكتب في اللغة التركية. الجن يوم والقدنlar الامرأات أي امرأة نحن بنقول بالجمع والدنيا العالمي يعني. Dünya Kadınlar Günü. شوفوا هون لا الدنيا أخذت لاحقة ولا القدنlar الامرأات أو المرأة أخذت لاحقة. أما الجن أخذ أو. فإذا بالشغلات الرسمية أحيانا بيجي أو بالشغلات العامة فهيك بصير Dünya Kadınlar Günü. Dünyanın kadınlarının günü ما بصير. يعني مثلا هذا كلمة ثابتة كلمة واحدة عيد يوم المرأة Dünya Kadınlar Günü. 33 Uluslararası Göç Örgütü. الأuluslararası هي الدولي يعني هي كلمة واحدة مضاف إليه غير معرف كنا شارحين فيها ولكن هون راح نقول منظمة الهجرة الدولية. منظمة الأرجوت يعني هي منظمة göç الهجرة الدولية. Uluslararası Göç Örgütü. ويوجد أيضا هنا آخر اسم أصدقائي بالأرناك دنيا غذاء أرجوتو. أيضا الدنيا والغذاء والأرجوت. فالدنيا دنيا والغذاء غذاء والأرجوت هي منظمة. بصير منظمة الغذاء الدولية. منظمة الغذاء الدولية. Evet sevgili arkadaşlar dersimizin sonuna geldik أصدقائي. وصلنا إلى نهاية الدرس. أتمنى أن يكون يعني درس مفيد لكم وإن شاء الله تكونوا استفدتوا. وأنا هذا الدرس يعني هو عن جد الدرس ليس بسهل فبتمنى تشوفوا أول فيديو للمضاف إليه وثاني فيديو ومن ثم هذا لأنه أصعب قاعدة عن جد في اللغة التركية يعني اقتراحي لكم هي المضاف إليه فهي والثلاث أسماء واللي بتكون 4 أسماء وأحيانا بيجي 5 أسماء فبنlar بنصحكم تكتبوهم وتحفظوهم بصم هدول. Kendinize iyi bakın sevgili öğrenciler. Allah'a emanet olun. كونوا بأمان الله أصدقائنا ولا تنسوا أن تشاركونا في القناة ولا تنسوا الإعجاب. الله أمانتهم.